يضحكم الله بالخير على الطالب التركي. ان شاء الله اليوم عندنا اختبار نهائي، نسال الله التوفيق لجميع الطلاب وان شاء الله تجيب درجه عاليه. الحمد لله ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. وياك ان شاء الله. ومعاكم ان شاء الله. والحين قاعدين نجهز حق الامتحان النهائي. طبعا اليوم متواجدين في التجمع، طبعا بعد تقريبا ساعة أو ساعتين بنبتدي الاختبار وإن شاء الله توفيق إن شاء الله. اليوم طبعا اليوم النهائي لنا، خلاص آخر يوم، ونكون تشوفون كل واحد مستعد للامتحان. امتحان بس يبي دقائق قبل الامتحان، ان شاء الله وفقنا ونجح ان شاء الله. الحين قاعدين نراجع حق امتحاننا، ومعطينا متى الامتحان، امتحان 10 و7 دقائق. Hello, ladies and gentlemen. My name is Ahmed Abul Fahim, and we are here for preparing for the Trinity exam. As you can see, the whole atmosphere is all busy, and we hope God that it's going to be a good success. And thank you so much. أمس رجعنا حق الامتحان، واليوم إن شاء الله امتحان فاينل، ونطلب من الله التوفيق إن شاء الله. وسهل يعني الامتحان، أنا سبيكي سهل. أعطاك الورقة اللي فيها الوقت وفيها اسمي. إيه، أعطانا الوقت وفيها الاسم، أعطانا ورقة قالوا اكتب موضوع عشان الامتحان، بس إن شاء الله نطلب من الله التوفيق. الله يوفقك إن شاء الله. والحين مستعدين حق الاختبار وان شاء الله توفيق ونجاح. توني طالع من الاختبار والنتيجه ان شاء الله حتبشر بخير. شلون مستوى الاختبار؟ زين؟ شلون مستوى؟ ابشر ان شاء الله زين. توني مخلص امتحان، كنت مراجع له ومذاكر من امس، والحمد لله ربي وفقني وان شاء الله نشوف الاسبوع الزين. موفق ان شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله الامتحان كان سهل وتوفيق للجميع ان شاء الله. وياك ان شاء الله. اليوم ان شاء الله عندنا امتحان فاينل، وزعوا علينا الاوراق فيها ليفل الطالب ومتى امتحانه، وهذه بعد حق تلخص معلوماتك حق الامتحان، مراجعه حق الامتحان فيها على كل واحد وليفله من الانجليزي وبس. الحين رايحين امتحان مع الشباب. الله يوفقك يا الحين قاعد اراجع حق امتحان، اجهز نفسي، انطرهم بس ينادون اسمي. الحين ننطر وقت الاختبار ودعوات. تواجدنا الحين حاليا بجامعه ليفربول، ننتظر الاختبار ان شاء الله. طبعا معظم الشباب الحين خلصوا الامتحان وطلعوا الحمد لله مبيضين الوجه، وان شاء الله احنا دورنا بعد شوي ان شاء الله بيض الوجه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. صباحك الله بخير. الحين ترى خلصنا الامتحان، الامتحان كان سهل، واتمنى ان شاء الله التوفيق حق الطلاب الفني. الحين قاعد نطلع اختبار ودعواتكم. الله يوفقك ان شاء الله. اليوم عندنا الامتحان الفاينل، بتكلم عن الفوتبول، عن نادي ريال مدريد ولاعب كريستيانو وافضل الملاعب وكاس 2022، وعن عن مستقبل الكوره، وان شاء الله الله يوفقنا وننجح. عليكم. الحين بندش الامتحان ان شاء الله، بقى يمكن 5 دقائق تقريبا، ودعواتكم. الحين عندنا امتحان اليوم، وبس قاعد انطر الامتحان وقت الامتحان، ونسال الله التوفيق ان شاء الله. بعد شوي دخل الامتحان، دعواتكم. الله يوفقك ان شاء الله. ولله الحمد، خلصت من الامتحان وسويت الحمد لله اللي اقدر عليه، والحمد لله على كل حال، والوفاء للجميع ان شاء الله. والله يوفق الجميع ان شاء الله. بسم الله والحمد لله، شرفنا على الانتهاء من برنامج استمتع وتعلم 6، وان شاء الله بالتوفيق للجميع، واتمنى ان الجميع يكون استانس معنا في هذه الرحله. واليوم الختام ان شاء الله مع الامتحانات، والله يوفق الجميع، والله يوفق الطلاب، ووفقنا وياهم ان شاء الله، ونرجع لبلاد سالمين رانمين ان شاء الله. الله على الشباب كلهم، الله كل ما عندنا سلم.
Okay, today is the Trinity exam day. We are here together with the Italian group and Qatari students. Everybody's very anxious about this exam. And the Trinity exam is an international exam recognized all over the world, especially in Europe anyway. And this exam has got 12 levels, right? And all our students are have been prepared from grade 1 up to grade 11. I think it's a very good opportunity students have to improve their language and language abilities and skills. So the integration with the Qatari students has been quite good, right? We have two different cultures, but we could exchange our ideas about Europe, Italy in particular, because we come from Italy and Qatar. We had during these 2 weeks the opportunity to know more about Qatar through watching some videos about the country, as well as Qatari students could see a video about Italy and Sicily in particular, because my group comes from southern Italy. So it was, I hope I will come back and find and meet some other Qatari students in the future. Right? Thank you very much. Thank you. Hi, today is the Trinity exam day, so some people have already had them, some people are just waiting to go in. They've been working hard, so hopefully they'll all do okay. Thank you. Experience in Liverpool was very, very, was fantastic, because I think that it's a way to improve English. And fortunately, here we could have a friendly Qatari group, and they are so funny. But I think that is a good experience, because it's a way to also improve English and also take some exams, and also to have a good relationship with the other culture. And so